بسم الله، معكم حسن ساخي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلال القنيطرة. اليوم ندول 100 يوم، ذكرى 100 يوم على التولي ديالنا على الرئاسة ديال هاد الغرفة هادي. فكرنا باش تكون واحد الحصيلة اللي هو تقييم في نفس الوقت ديال العمل ديالنا، ونعرفوا البرنامج القادم ديالنا واش غاديين في نفس المسار باش يكون واحد المسار اللي تصاعدي. هاد 100 يوم هادي تمكنا من قيام مجموعة ديال الأشياء، ابتداء من اليوم التولي ديالنا اليوم 30 غشت اللي كان هو اليوم تسليم السلطات. من بعد رغم كانت بعض الظرفية ديال التحقيقات الانتخابية وما كانش يمكن أداء نشتغلو، كما تعرفوا كانت انتخابات يوم 8 تنبير وانتخابات مجلس المستشارين يوم 5 أكتوبر، كانت الظرفية. رغم ذلك تمكنا من الشغال، قمنا بالجمعية العامة اللي كانت على دازت الامور ديال احسن ما يرام، كان باجماع ديال جميع الاعضاء على مجموعه ديال النقاط ديال مشروع النظام الداخلي ومشروع نظام السلوكيات وميزانيه سنه 2021. وكذلك تتمت هياكل الغرفه بتشكيل لجان، الحمد لله دازت كلشي على احسن ما يرام، والعمل ديالنا بدا من بعد ذلك. كنا مجموعه ديال اللقاءات مع مجموعه ديال الجمعيات المهنيه على مستوى الجهه كامله اللي كان فيهم رقم لي مهم، وكذلك كان واحد اللقاء على المستوى الدولي على المستوى الافريقي. وكذلك تمكنا من تحقيق مجموعه ديال الاشياء الاداريه، اهم مشروع كان لنا واحد المعرض ديال القنيطره اللي تمكنا من تسويه الامور ديالو. يوم تسطرنا واحد البرنامج اللي ديال الفتره الانتدابيه كامله، وفيه ما هو قريب المدى متوسط المدى وبعيد المدى ومده ديال 6 سنوات. هذا البرنامج هذا يبدا فيه البرنامج السنوي اللي فيه مجموعه ديال المشاريع اللي يكون فيهم اهم حاجه هو القرب من المنتسبين رقم واحد. مشاريع ثانيه احداث مداخل قاره للغرفه عن طريق احداث مناطق صناعيه اللي تكون ديال الغرفه باش تكون نتمكنوا من تحقيق مداخل قاره للغرفه، ما تبقاش الغرفه دائما تتقلب موارد لا تخدم عند الدوله. وكذلك مجموعة ديال المشاريع اللي قد يكون في مقترحات لتنظيم القطاع التجارة والصناعة والخدمات. كما تنعرفوا الجهة ديالنا مشات في واحد البرنامج ديال جهة صاعدة، جهة صاعدة معناها عندنا واحد لاباز باش منطلقين، وفي نفس الوقت مجموعة ديال الشركاء على صعيد الجهة يمكننا نشتغلوا معاهم باش نكونوا باش نمشيو في نفس المسار. المستوى ديال الاستثمار، استثمار في الجهة ما علينا غير نزيدو نخلقو مجموعة ديال أحياء صناعية اللي يكون فيهم مجموعة ديال مناصب شغل، مجموعة ديال مناصب شغل باش ما تكونش محددة لطبقة معينة. مناصب الشغل لا تكون الناس اللي عندهم مستوى عالي، مستوى متوسط، والناس واخا يكونوا ما عندهمش دبلومات، ما عندهمش مستوى تعليمي الكبير، يمكن يكون الإدماج ديالهم عن طريق التكوين، ومن بعد التكوين يكون الإدماج ديالهم في سوق الشغل. التموقع ما يكون لي غير متقدم نظرا للندرة اللي عند مجموعة ديال الشركاء متداخلين كاملين لوحة التقائية، ولكن عندنا هدف واحد هو خلق النقطة الأولى هو الاستثمار في المنطقة. الاستثمار كما تتعرفوا عندنا مناطق المنطقة الصناعية ديال القنيطرة، في نفس الوقت عندنا مجموعة المناطق الصناعية اللي غادا تكريا اللي يكونوا جداد. هادشي كاين واحد الطلب اللي كبير على هاد المناطق هادو، هادشي تيعبر على انه يكون مجموعة ديال المشاريع اللي كبيرة، ولا الغرفة لا مركز جهوي الاستثمار لا السيد الوالي كلهم هاد نفس الرؤية باش يكون واحد تكون واحد الطريقة ديال الشغال اللي تكون فيها واحد مستوى عالي من الاحترافية، مستثمرين اللي يكونوا في مستوى عالي، ما تنقلبوش على المستثمرين اللي غادي يجيو يبداو ويستافدوا كثر ما يفيدوا الجهة ديالنا. خصنا أول حاجة الهم ديالنا هو الجهة ديالنا تمشي في واحد الطريق ديال الصعود ديال النمو، اللي يكون نقدروا نديروا مناصب شغل اكثر من الاهداف المحطه اللي تنقولها، نقدروا نحققوا في واحد المدى اللي يكون واجد. من اول الاهداف اللي كاين على المستوى هذا الاستثمار هو يكون على المستوى على صعيد الجهه كامله 7 اقاليم. ما يمكنش نشوفوا منطقه ساحليه ونخليو اقليم خميسات، اقليم سيدي قاسم، اقليم سيدي يحيى، سيدي سليمان. هذا التقسيم غادي يكون نشتغلوا على جميع على المستوى الجهه كامله، والدليل على ذلك هو البرنامج الجهوي اللي تيشتغلوا دابا الجهه، بدات من سيدي قاسم، سيدي سليمان، خميسات،
هجت للشريط الساحلي. هذا هو تعبير ودليل على الاشتغال على المستوى الجهوي والجهه كامله. بالنسبه للمستثمرين، المستثمرين تنقلوا المستثمرين اللي يكون يشتغلوا واحد اليد عامله اللي تكون كبيره. كما تنعرفوا العائق اللي كاين هنا هو عائق البطاله. هذا عائق البطاله يمكنش تحاربوا غير المشاريع اللي يكون تيشتغلوا بيد عامله لعدد الفعل كبير، وفي نفس الوقت في مشاريع اللي تكون في مستوى كبير وتكون متاهله اللي تكون الاستمراريه. تنقلوش هاد المشاريع اللي قد تشتغل في واحد الطرفيه وجيزه ويخلي لنا ثاني مشاكل اجتماعيه ويكون الطرد ديالهم ولا التوقف ديال المشاريع. المشاريع كاين ديجان اللي خاصه تتوقفهم، خصوصا تنحيي من المركز الجهوي للاستثمار لوقف بكل جديه وكل احترافيه باش يكونوا مشاريع اللي في مسير اللي جاري في البلاد وعلى طريق سيدنا محمد السادس لينسرو. مجموعه الاكراهات اللي كانت سابقا ما بقاتش حاليا. كاين بعض المشاكل، ولكن الا كان المستثمرين ومن هذا المنبر تنقدم لهم باش يجيو عند الجهات المختصه والغرفه راه مفتوحه في الوجه ديالهم باش ندوبوا هاد العراقيل ونعطيو مجموعه الاشياء اللي بعض المرات تيكون فيهم خصهم غير التوضيح والتواصل. حنا موجودين للقيام بهذا الدور. هذا في البرنامج ديالنا هو تيرتكز كثيرا على التكوين والنظام الغير مهيكل. اول حاجه بغيتي تعطي حلول ديالو قبل ما تعطيه موارد ماليه خصك تاهلو. باش تاهلو خصك دير ليه واحد التكوين وخصك تواصل معاه. حنا كغرف كما تعرف المتسابين ديالنا حنا اللي قراب اقرب وحدين لهاد المهنيين وهاد الناس اللي نظام غير مهيكل، لا في التجاره لا في الصناعه لا في خدمات، اقرب وحدين ليهم والناس تجي يكون معاهم من نفس طينا اللي هما حنا المتسابين ومنهم اعضاء الغرفه. هاد الشيء هذا مايمكنش ليه يتحقق غير بالقرب ديالنا منهم والتواصل ديالنا معاهم، وهاد التواصل خصو نتائج وخصو دي بلون داكسيون. هاد لي بلون داكسيون اهم حاجه فيه هو التكوين. حنا تنشتغل دابا على التكوين وعلى واحد البرنامج اللي يكون ان شاء الله غادي الانطلاقه ديالو قريبا، اللي غادي يكون فيه اقتراب اكثر من النظام غير مهيكل ومن هاد الناس هادو باش نعطيهم يكون عندهم تكوين ونعطيهم حلول اللي تكون واقعيه، خصوصا مع البرنامج دابا اللي كاين ديال الحكومه ديال فرصه وديال اوراش اللي نقدو نوجهوهم فين يقدو يستافدو من برنامج اوراش ولا فرصه باش يقدو يدخلوا للنظام غير مهيكل. النظام المهيكل اللي يكون فيه الاستفاده ديالهم. شوفوا وضع ما حتى واحد قد يكتب هاد المشاكل اللي كاينه عند قطاع الخدمات. هي مشاكل اللي كبيره وردتهم عليهم رضيه. البلاد ديالنا مشات الحمد لله في طريق وتيره، واحد الوتيره اللي هي ايجابيه بالنسبه في محاربه الكوفيد، ولكن مازال الاثار ديالها موجوده اليومين هذا. بالنسبه لقطاع الخدمات تاثر كثيرا، والناس الحمد لله الوطنيه ديالهم اللي قدوا يصبروا حتى لهذا التوقيت هذا بالذات. جا دابا البرنامج كما تنقول لك ديال فرصه ديال اوراش كانت منطلقه من قبل. كاين مجموعه الناس اللي استافدوا منه وقد يساعدهم، كاين مجموعه الناس ما استافدوش منه. حنا فاتحين لهم الباب، سمعنا مجموعه ديال استقبلنا مجموعه ديال الجمعيات اللي سمعنا المشاكل ديالهم، عطيناهم بعض الحلول، تواصلنا مع الجهات المختصه وصلنا لهم المشاكل ديالهم، والحمد لله راه خرجوا مجموعه الاشياء منهم الحمايه الاجتماعيه اللي خرجات في هذا التوقيت بالذات اللي حتى هما غادي يستافدوا منها، اللي تقد واحد شويه ديال تقد تخليهم واحد شويه يحسوا بواحد الامل. راه حنا مواكبينهم والحكومه مواكباهم والبلاد ديالهم راه مواكباهم، ولكن في نفس الوقت مازال خصنا مجموعه ديال الاشياء، مجموعه ديال الشغال نشتغلوا عليها باش يمكن لهاد الناس هادو يرجعوا وياخذوا الطريق ديالهم ويرجعوا للمسار ديالهم. شوف هنا نتكلموا على التنميه الاجتماعيه المستوى ديال المستوى الاقتصادي. كما تنعرفوا ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاين فيه واحد البرنامج اللي تتشغل عليه الحكومه وتيسر عليه السيد الوالي شخصيا، ودنا واحد اللقاء بالنسبه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالنسبه لي المي قد يكون غير دافع للناس باش يقدوا كتعاونيات وكجمعيات اللي يشتغلوا اللي يستافدوا منه واللي يقدوا يتاثروا. نرجعوا للنقطه ديال القطاع غير مهيكل ونرجعوا للناس اللي ما عندوش فرص شغل، الا تكتلوا في اطار تعاونيات في اطار جمعيات يقدروا ينجحوا. فهاد النجاح ديالهم هو في حد ذاته نجاح ديال التجربه اللي تقد تكون فيها هي التنميه الاجتماعيه. مرحبا، نقدروا نعطيكم واحد النبذه على الانشطه اللي قمنا بها في هذه المده ديال 100 يوم. كان عندنا فيه مجموعه ديال الاجتماعات مع السلطات الاداريه والحكوميه لتكريس تنميه العلاقه ديال المؤسسه ديالنا بباقي القطاعات وباقي المصالح الخارجيه. الحمد لله كانت عندنا فيها واحد المشاركه اللي فعاله
درنا مجموعه ديال الافكار، مجموعه ديال الاقتراحات، والحمد لله الاشتغال ديال المؤسسات ولا الاشتغال السيد الوالي كان تعامل معه بشكل ايجابي، اللي يمكن يفرحنا ويعطينا ان شاء الله واحد الدافع للاستمرار ان شاء الله، باش يكون الجهه ديالنا تكون في واحد الطريق تصاعدي، وتكون الغرفه تقوم بواحد الدور ديالها، ونكون عندها واحد ترد الاعتبار. وتنتمناو المنتسبين ديالنا يكونوا عند الحسن الظن ديالهم ان شاء الله، ما يكون النتائج ديالو تكون قريبه ان شاء الله.